السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. وصفة اليوم هي لتحلية بثلاث طبقات، مزيج بين طبقات يعطي الذوق ولا أروع. طبقة بذوق الفراولة، طبقة كريمية بذوق الفاني، وطبقة الشوكولا. هذه التحلية رائعة، سهلة وبنينة بزاف، اقتصادية. خليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة. نحتاج لهذه الوصفة 200 غرام من الفراس اللي قطعته هيدا صغير، نضيف معه 3 ملاعق من السكر. نضيف معه هيدا 3 ملاعق من السكر، ونقعد هيدا نحرك فيهم. قطرات من الليمون باش السكر يدوب لي بسرعة، ونخلي هيدا الفراز مع السكر حتى لي يطلق الماء تاعو. مرة على مرة كنت نحركو هيدا حتى لي داب السكر والفراز طلق كامل الماء تاعو. هيدا صفيت الماء لي طلقو الفراز، الآن ضيف عليه الماء. هيدا هاد الكأس سعته 250 مليلتر. نزيد عليهم فرون وملون أحمر بذوق عطر الفراولة. نحط كامل هاد المكونات في كاسرونة، نزيد عليهم فرون مناسب لنصف لتر. نحركهم هيدا ونحطهم على النار لما يبدأ يغلي، غير ياخذ الغليه الاولى ندفع عليه النار. وزع الفراز الان مباشره بعد ما غلى نبدا نفرغ هيدا في الكؤوس. الان نخليهم يبردوا، ندخلهم الثلاجه حتى يتجمدوا، نمشيو للطبقه الثانيه. الطبقة الثانية نحتاج كأس من الحليب، ملعقة مايزينا وملعقة سكر تكون مملوءة جيدا. نحرك هذه المكونات مليح ونحطهم على النار، وما نحيش يديا، لازم يكون تحريك مستمر على النار باش هيدا ما تكون لناش كريمة حتى اللي تعقد وتتماسك. في الأخير نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونحرك. من الافضل تكون عندكم الفانيليا السائله، انا ما بقاتليش لذا ضفت الفاني غبر. ونحرك هيدا، نغطيها. بعد ما عقدت زدت لها لافاني وغطيتها كما راكم تشوفوا، ونخليها تبرد تتجمد الطبقه الاولى، ونزيد عليها هذه الطبقه الثانيه. بعد ما تماسك مع الفراس نضيف ملعقه من الشانتيي على الكريمه اللي عملناها. كل شيء راه بارد، انا دخلت كل شيء للمجمد حوالي ساعه، وبالباتور نباطي كل شيء حتى اللي تولي كريمه خفيفه. تزيد خفف الكريمه وتزيد ذوق كذلك. هذه هي من بعد ما خلطتها، شوفوا كيفاش تولي الكريمه، تولي خفيفه. الان نزيد طبقه وبالملعقه هيدا صغيره، ونسكدو لهم وجههم. بالنسبة للطبقة الأخيرة عندي 100 غرام من الشوكولا، عملتها على ماء. نحطها الآن في كاسرونة، نحطها الآن على النار لما يبدأ يغلي الماء نطفي النار ونقعد نحرك فيها حتى اللي تذوب الشوكولا. هكذا باش ما تفزتش معكم الشوكولا. هيدا قطعوها إلى قطع صغيرة باش تذوب بسرعة، غير يغلي الماء. هيدا نحيها ونقعد نحرك فيها حتى اللي يذوب. شوفوها يذوب بكل سهولة. نزيد علبة ياغورت، أنا زدت ياغورت ناتور، ممكن تزيدو ياغورت بذوق الفاني أو كريم ديسير شوكولا. هيدا على الما سخون، خلي كاسرونة هيدا على الما سخون، ونحرك حتى اللي يتجانسو المكونات. هاد العلبة تاع الياغورت وزنها 100 غرام،
انا عملت ياغورت طبيعي بدون سكر، عملت شوكولا سوداء. شوفوا معايا كيش ولات تبريه هاد الشوكولا من بعد ما تيبش على الكريمه، تقعد طريه وتقعد هيدا تبريه. الان نضيفها كطبقه اخيره، هاد التحليه مناسبه بزاف للسهرات للضيوف، بعد الاطباق الرئيسيه تحطوا لهم هاد التحليه على خاطر خفيفه على المعده وبنينه، خصوصا الفراز يتوارن بزاف مع الشوكولا والفاني. هاد المزيج بين الطبقات هو اللي يعطي هذاك الطوق البنين بزاف. ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي ارائكم اللي تهمني اكيد لتحت في التعاليق، واللي دخل اول مره وعجبته الوصفه يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. لا تنسوا لايك. الى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.